يلزمنا ننساو بورقيبه الشخص على خاطر الاشخاص ما تدومش، المشروع والفكر هو اللي يدوم. يلزمنا نفهموا بعضنا بورقيبه شنو هو كمشروع، ونفهموه للشباب باش نوصلوا لهم الفكره هذه نتاع المجتمع التونسي شنو هو والدوله التونسيه شنو هي. والعلم اللي جبوه اليوم من قصر هليل مستير هذاك هو ما دام انت ذكرت العلم احلام، قبل ما نعطيك الكلمه جمال ومعاذ نشوفوا مع بعضنا هذا العلم بايادي العاملات التونسيات، نشوفوا مع بعض. مدينه قصر هلال، هدوء يخفي وراءه حركيه نشيطه داخل مؤسساتها الصناعيه استعدادا لذكرى رحيل الزعيم لحبيب بورقيبه، ذكرى تحتفل بها المدينه على طريقتها الخاصه. هنا تبدا اولى مراحل انجاز اضخم علم في نسخته التونسيه. توا باش نعملوا كونترول كاليتي نتاع القماش، هو كونترول نتاع نيونس، كونترول نتاع لي بارامتر فيزيك نتاع القماش، كان يعمل دي ترانسفورماسيون بعد ولا معناها يفسخ ولا. لو تيست لي بون، القماش ما ينزعش بعد الفروتمون. إلى هنا تنتهي أولى مراحل صنع أضخم علم تونسي، مرحلة الطباعة التي تلت مرحلة التصميم، اختيار القماش، صباغته ثم طباعته. 4 أيام فقط هي المدة التي استغرقها العاملون في هذا المصنع لطباعة أضخم علم تونسي قدرت مساحته ب 300 متر مربع، في انتظار مروره إلى المرحلة النهائية، مرحلة الخياطة. 4 خياطين و7 أيام فقط كانت كافية لخياطة علم مساحته 300 متر مربع. أنامل نسوية وأصحاب مؤسسات كرسوا جهودهم ومصانعهم لأجل هذه اللحظة. فالمستحيل ليس تونسياً. كتوانسة قادرين باش نعملوا حاجة لفايت بلادنا، مع انه العلم مش بالضروره باش نستوردوه من مكان اخر، فاحنا المؤسسات اللي في تونس ما شاء الله قادره بكل امكانياتها والفنيين نتاعها باش يقوموا، وان كان عمل ماهوش كبير جدا، ولكن مش بالضروره ارجعونا اللي نحن راهو التونسي قادر باش ينتج حتى الحوايج اللي هما يمشي في بالهم نجيبوها من الخارج. صاحب مؤسسه اتوسي جروب للخياطه في جمال، احنا قبلنا باش نقوموا بالخياطه نتاع العلم هذايا من منطلق مبدئي، كل هو تضافر جهود نتاع سكان خيالنا في قصر هلال مع خيالنا في جمال، فانتج العمل البسيط هذا فبدون انه ما ندخلوا في مساله كبيره جدا، هي تعبيره بسيطه ولكن ان شاء الله يكون عندها معاني كبيره ان شاء الله. علم بطول 21 مترا وعرض 14 مترا، هدية لتونس في تحدي لإثبات كفاءة اليد العاملة المحلية، علم يطابق نظيره المرفوع بساحة البلفيدار من حيث المساحة، مع اختلاف الكلفة التي بلغت 1% فقط من ثمن العلم الأول. مهما كان السعر ما يغلاش على تونس، ما يغلاش على علم تونس، ولكن ثقوا اللي هو وقع احترام مجال الصفقات العمومية. معلم كما هذا ما عندوش تكلفة، مهما كانت التكلفة متاعه ما مهمش. أي واحد توجهنا له وعرضنا عليه الفكرة، احنا مدينا له ايد هو مدزوز. العمل كل كان تطوعي 100% تطوعي، الصناعيين اصحاب مصانع رجال اعمال تبناوا الفكرة معنا وشجعونا. لتبقى مطابقة جودة كلا العلمين غير ممكنة في ظل عدم توفر كراس الشروط. ما عندناش كراس شروط، جاتنا مع المسؤولين اللي ادعوا كونهم الصفقه هذه التجوا بها لاصحاب المصانع التكستيل، هذني كلنا نعرفهم الكل، سالتهم وقالوا ما في بناش وما عندناش، ما جانا حتى حد وما سالنا حتى حد باش نصنعوا لهم مدربو، لكن انا ناكد لهم كونوا الكاليتي والبروسيدور رانا قادرين عليها وتفضلوا في كل وقت وحتى مجانيا كيما مدربو هذا. إنتاج محلي سيقع عرضه اليوم في ذكرى رحيل الزعيم لحبيب بورقيبه، وقد يزين واجهه بنايات بالعاصمه ويحتفي بذكرى 9 أفريل ببنزرت. بأيادي
بلاد تونسية وبكلفة قدرت بنحو 3000 دينار فقط صنع علم ضخم منافس لنظيره المصنوع في تركيا. هي رسالة تقول نريدها فرحة تونسية غير مستوردة في ذكرى رحيل الزعيم الحبيب بورقيبة، فرحة أهال تساءلوا هل تغيرت الخارطة الجغرافية للحكومة لتصبح تركيا أقرب من مؤسستنا للعاصمة، وكيف لمستثمر أجنبي أن يعطي ثقة في يد عاملة تونسية افتقدتها حكومتنا الوطنية في كفاءتها. هي أسئلة تضمنتها رسالة أهالي قصر أهلال. ربي ساعة من الاستوديو هنا تحية لكل أيدي تونسية، هدية اللي قامت بالعمل، هدية والعاملات والعاملين في هذا المعمل، تحية لكم. معز براوي كان يسأل 3000 دينار فقط، نعم كما قالت سعيدة طرابلسي في البتاخ 3000 دينار فقط تكلف هذا العام. شنو نعطيك الكلمة؟ تفضل جميل. باش ناخذ كلمة صغيرة على العلم وعلى صناعة النسيج في تونس، معناتها قد ما نفتخروا بالعمل اللي قاموا به أهالي قصر هلال. صاحب مؤسسة اتسي جروب للخياطة في جمال. نقول راهو قطاع النسيج في تونس في انهيار صاروخي ماشي نحو الإفلاس، قطاع النسيج في تونس نحو الدمار ماشي.